بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ها قد عدنا والعود أحمد، مثنين على ربنا، مصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني أيام رمضان المبارك عاده علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أعده علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة، آمين يا رب العالمين. كما شاهدتم في الفيديوهات السابقة منذ شهرين مضت، أتيت اليوم مع صديقي النحال هذا المبتدئ، ولكنه صار نحالا محترفا. قال لي لا تقول نحال مبتدئ بل محترف، خلاص أنت نحال محترف. والنحال المحترف تحت الصندوق بهذه الطريقة يحدث فوضى، قد لسعني أكثر من 5 نحلات بالله عليك. هكذا تفتح الخلية، افتحها بهدوء رجاء. أنت تلبس قفازات وأنا بدون قفازات، بالله عليك افتح بهدوء. هل أتينا لجمع الأكبر؟ بل أتينا لتفقد الخلايا. ضعيف، خلية ضعيفة. هل ماتت ملكتها؟ تفقد البيض عكس الخلايا التي فتحناها الأخرى. نحل شرس جدا. يوجد بيض ويرقات، يوجد، الملكة موجودة. ما شاء الله، طلع اليوم على اسبوعين، اسبوعين ان شاء الله ونرجع لهم. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القنيطين. هذا النحال الطمع بالله عليك، النحل يلسع يهاجم وانت تجمع العكبر. سأغادر وأتركك لوحدك، اسمحوا لي سأقفل. السلام عليكم.